من السادة المستمعين. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله سوا الحمد لله. الحمد لله. وامور الفرع نتاع ترجي في هولندا، هل الامور ماشية على العالة؟ والله ان شاء الله كان خليت نلعب بيت رايدين وكا. ذي فيها نقاط استفهام، اش معناها الجملة هذه؟ لا ما كل شيء في كل حاجة تعملها العباد تبني عليها وتولي هذا قدوها هكا وهذا على خاطر هذا معناها برشا حاجات وانت تبدا ما فما حتى شيء منها. باهي خلينا نبدا معك بالموضوع الاول سي قيس. ما نعرفش البارح اكيد سمعتوا هشام التركي معنا في اكسبريس اف ام حكى على انتقال اللاعب يوسف معرف للترجي، واكد ان اللاعب اذا كان عادل تونس باش يكون على ذمه مكان المهدي، وانتم لازم ترجعوا المكان قبل ما تنتدبوا اللاعب. انتم اعلنتوا انتداب يوسف معرف 3 سنوات، نحبوا نعرفوا راي الترجي في الموضوع هذا. نحترم رايه سي هشام، مراني ما عنديش انا ذائب باش نقول حاجه تاع راه مش حق رد ولا حاجه. اي انا اتصلت بك حبيت نعرف موقفك. ايوه تبدو رايي. اي بالضبط. اي معناها راه نحترم رايه ومرحبا به، وفما احنا فما بعض يعرف هو يوسف على ذمه الترجي ولا ذمه المهدي. انت ليكا احنا في الاسفيروس ما نعملوش حاجه غير. نحب نعرف كلموني من المهدي كتب العام سي صفر وكلمني البارح سي فراد وحكيت لهم على الوضعيه وحكينا في موضوع مع بيت معناها بالمعقول. نحبوا نعرفوا من عندك وش التنظر القانونيه سي قيس، شنو حكيتوا بالضبط؟ قلت لي كلمك الكاتب العام سي صفر، شنو تناولتوا بالضبط؟ شنو وجهه النظر القانونيه مترجي معناها؟ والله هو القانون كما هما يحكيوا على القانون الجوهري كما احنا نجم نقول لك انا فما جوهريات من تونس تونس اللي راسات لهم هما ما نجموش يهربوا في تونس. خبشاو البرا وجمعيات في تونس مخلتهم كونترا بريم وجمعيات ساهل ياسر. معناها باش تاخذوه بريم معناها ياسر. فما جوهريات توا تلعب نعطيك مثال في جمعيات في ساقي وفيات مخلينهم بريم قطر. معناها نفهم باش تاخذوه بري يوسف باش تبدلوا الصيغه ولا انا باش ناخذوا يوسف كيما نحبوهم. انا باش ناخذينه يوسف مش باش ناخذوه خذينه يوسف معناها. انتم اعلنتوا انتدبتوه 3 سنين معناها مش بري. صحيح. لا تنجم تاخذ كونترا بري 3 سنين شنو المشكل؟ ما فهمت تاخذ بري ب3 سنين فهمتك. شنو المشكل؟ وهذا اللي صار معناها خذيتوه بري ب3 سنين من الاهلي هكا؟ لا احنا الاهلي هو فهمت كونترا يجي نقول لك باش نبداو واضحين القانون اللي يحكيو عليه هما. احنا الجلسه العامه اللي صارت نهار السبت اللي لقوا فيها القوانين أي. اللي فيها نقولوا معناها في الجامعه ولات تنظيم تحت معناها القوانين نتاع ليها شيف نتاع شبي اللي هو حضر فيها ويحكي عليها. معناها انا توا انا خذيت كي نعمل دومون سيرتيفيكات ترانسفير انترناسيونال من لي اشيف نتاع جوار بروفيسيونيل كان مسح البر لي اشيف اوتوماتيكمون راك تبعث لك تقول لك راك عندك الحق. انا ما تحكيليش انا ما عندي حتى دخل في الموضوع مع المهديه راه. المهديه انا عندي جوار صححت له جوار بروفيسيونيل يعيش البر صححت. تقول لي بعد فيدراسيون وتقول لي الواحد وتقول لي مانيش نعطيك شنو هي الحل اللي نجم نعمله انا وعملناه. انا نوع ذاك اللي سلو الجواب مش عارف ليش فيها والمهديه مش باش تاخذ حتى مقابل معناها. والله العظيم ذا الجواب حكيت مع البارح مع الجماعه والمهديه نحب تقعد علاقتنا بيا وتقعد الناس كله خيال واللي نتفاهموا فيه ما فما حتى اي معناها نجم يصير ارانجمون مع المهديه معناها تتفقوا يكون كل شيء باتفاق. يعني مش تفرض عليا 87 مليون ونجم ما موافقوش وتراه شنو مش هكا يلعب التحكي. انت كي قلت لك الاهلي ما تخليك حتى فرانك كيما قلت انت لافي قلت انت قلت كيما قال هو 200 مليون احنا كنا باش نبيعوه ترى شنو ومن بعد جور ناس فابري جور بيت المزا ساك بحذايا قبل ما يمشي بنهاري وقت اليوم جدوا حتى طلبوا 50 اخرين سيبنا طفل مشى الاهلي على روح ما صاروا حتى شيء كي تو وليت تحكوا على الجوار ما طولوا لفه فيها خاين ولا شنو ما نحبش ندخل في الحكايات هذوما سلام. انا جو بريفير نقعد علاقتي بالمهدويه باهي معناها ماذا بينا الاسبيرونس ما نجيبها حتى وحتى كي نهار اللي كتب وكلمني سي صفر فسرت قلت له راه هاك قال لي عندك معناها ابري تو يا فما عرض وطلب وجوار يحب يكون في تونس ومازال صغير وواحد معناها ما فماش علاش باش نعملوا منها بوك ولا حكايه ونعملوا منها طاوله وكريسي واحد موقع قال هو 87 مليون وشوف نقبل ولا ما نقبلوش. اي انا نقول نجم نقول لك انا راهو 99% جوري راه في الترجي ديالك. ما غير ما وافقت المهدي باش تكون الجمله كامله معناها. بالضلي هذه قلت لك انا جوري راه في الترجي ديالك. نجم نعرف كيفاش معناها باش يمشي بري ويرجع ولا كيفاش بالضبط؟
لا ما يمشيش فري، كيفاش يمشي معناها يمشي جمع يوم الجوار هو تنجم انت فما برشا طرق باش الجوار يكون موجود في الترجي. يعطينا الطريقه اللي باش تعتمدوها سي قايس. احنا اعتمدنا طرق الكل اللي يحبوا عليهم هما، كان حبوا نقعدوا نقعدوا، كان حبوا هما واحد راهو نقعدوا على خير ما خفت خاطر في برشا عبي. فهمتك. وما نحبوا علاقتنا تقعد احنا كترجي رياضي باهي مع الناس الكل. تتحفظ معناها حاسس كانك تتحفظ شنو باش تعمل بالضبط، ما تحبش تقول ما تحبش تقول تو هكا. لا لا مازال بكري، الريد مروح لمصر تو باش يمشي مازال مش راه في الشامبيون مازال ما فيهش واحد باش ندخلوا بعض، خلي يكمل السيزون تاعو بوتيه هو كنت تو في 30 جوان باش يعمل باش يرجع كيما احنا هما بينا باش يلعبوا الشامبيون تاعهم يكمل باش يكمل وخير يرجع تفرطه يلقى روحه وكان فيه. تشوف شي سي قايس، انت حكيت على الجلسه العام نتاع الجامعه، تشوف شي قوانين مازالت الهوند كلي هاويه في تونس معناها مازالت. والله ايش نقول لك، المشكله الكبيره اللي وليت قعدت انا وزيد نبدا نحكي شنو واحد معناها المشكله وليت مشتركه ما بين الجمعيات والواحد، معناها المشكله الكبيره هي الفلوس. معناها وليت مشكله نتاع فلوس في الجمعيات الكل وفي الجامعه وفي البيت الكل، ما تنقلش على الواحد. صحيح. وقت نسمع الارقام اللي تعطيها سامحني، وقت نسمع الارقام اللي صايره في مصر وفي واحد، معناها نشوفوا احنا نقولوا شبيع علاش هز الكوب دافريك مصر، ما نرجعوا عليها الواحد، نقولوا مصر علاش مشات عملت ستاجيت، فين عملت ستاجيت؟ كان حضرت الكوب دافريك، كان تحضر في الكوب دي مون، او تحضر باش تعمل كوب دي مون 2021. موضوع كبير هذا سياسه الدوله ظهر لي اصلا مش حتى كاين هون دبركه معناها. والله سياسة الدولة يظهر لي أكثر حاجة جبت التيتروات للبلاد هذيا وغزت وعملت هي الهوند. صحيح صحيح. باهي سي قايس. مانيش نرمي في الورود حتى حد راه. لا لا صحيح صحيح. أيضا انتدبتوا في راس جليدي من النادي الإفريقي، فما انتدابات أخرى قادمة في الأيام الجاية؟ إن شاء الله ربي يسهل. اللي صايره توا معناها ما تنجمش، انا ماذا بيا راني حكيت على فراس ولا حكيت على لا يوسف لا حكيت على حتى علاش؟ على خاطر انت توا باش ترجع تلعب شامبيون وتكمل انت توا تقول صححت فلان وفلان ونضافوا سيل الشامبيون على الاخر. صحيح من الاخر راهو في ماما في مصلحه حتى والله والله والله. علاش اعلنتم يا سي قايس؟ كلمتني برشا عبيد برشا جوارات فانت كونترا واحد صدقني ما حكيت مع حتى حد. جويت يكلموا فيك يحب يجوا لاسبيرونس معناها هكا؟ ما حكيت مع حتى حد تو سامبلومون، خلينا نكملوا الشامبيون من بعد نحكي. هي ما اعلنتوا انتم؟ اعلنا هي في الصفحه الرسميه للترجي على فراس. فراس هو خاطر حب يجي يكلمنا في لاسبيرونس واحد قال مانيش باش نكمل. معناها مش باش يكمل الشامبيون مع الكلوب سي تو. قال لي مش باش نكمل هذاك علاش احنا فراس علمنا عليه. ويوسف يلعب البرا معناها ما فماش مشكله. صحيح. فما اتفاق مع ملاعبين اخرين معناها توا؟ ان شاء الله ربي يسهل. اعطينا المراكز على الاقل، ما تعطيناش لسامي ميساج. لا لا لا، ساعة المراكز اللي عندي واللي موجودين. اي. وجواريتي امبارح بركة قعدت مع راهو اللي موجودين ديجا ذوكم راهم مصمرين في بلايص. مش شيخ مش حتى ملاعبي معناه؟ لا حتى ملاعبي. بما فيهم اسامه الجزيري؟ ليه تيجي نقول لك اسامه الجزيري كان عبيد قالوا عملنا صفقه نتاع يوسف خاطر الجزيري قلت له شنو يقول لي فما ما حدش اسامه الجزيري تو رئيس الجمعيه مازال ما جاوبناش جاتنا مراسله صحيح من الان طلب اسامه الجزيري مازال ما جاوبنيش احنا تو بركة كنت قاعد انا وياه قلت له اسامه تو احنا عندنا شامبيون واحد كمل الشامبيون تاعنا في عقلنا في نوفمبر حتى نعيش في نوفمبر. معناها اوفري تو كيما كلموني انا قلت لهم راهو انتوما في الافريق فما الاهلي والترجي معناها راهو كيما انتوما تحسوا في روحكم تنجموا تنجموا كيما احنا نجموا نجيبوا جوارات من الاهلي معناها شنو الاشكاليه؟ يا اما الفلوس هما فايتين برشا نورمالمون. والله الفلوس فايتين برشا وانت كيفاش تعرف تركح من جواراتك كيفاش تعذر روحك احنا الحمد لله يا ربي الاسبيرونس ما عندناش مشكلة فلوس. صحيح. لوفر فيه 400 مليون هكا للترجي. والله العظيم ما جينا حتى اوفر اوفيسيال. مش قلت جاتنا مراسله؟ مراسله في انتداب اللعب. ما فيهاش تفاصيل ماليه معناها ولا حاجه. والله حتى شيء، اقسم بالله حتى شيء. لا صادق صادق.
طلبوا منا معناها مثلا كي ديجا حتى عزاف حتى معناها جات لي رجع ايميل حاطين فيه معناها نادي الاهلي يرى في انتداب الاستاذ الفلاني واحد ما جاوبناش عليهم حاجه الاولى رئيس النادي ما اتصلناش بيه خاطر جات كانت واحد ومفيش معناها احنا توا معناها نحكي لكم الاخر معناها جديده توا حاجه جديده كملوا شوف فينا واحد ومن بعد ما فماش ما فماش حاجه معناها اللي تخليك انت توا باش تزرب فيه معناها حتى هما بيدهم كيف نحن راهو قانون ما عندهمش حق يدخلوا جوار التوا. فهمتك. معناها العباد تحكي القدام معناها تحكي كي نوفمبر ايام ايام العرض المالي حتى للملاعب مغري جدا معناها ظهر لي من يرى نصف ثلاث سنين معناها تصور هو بيدو يهبل والله توا برك كنت مقاعد مع اسامه والله توا معناها وقت اللي انت كلمته رجعت لي توا في الوقت هذا كنت قاعد مع اسامه والله نورمال معناها ما متفاهم الوضع يعني يعرف اللي فما مصلحه جماعيه وفما واحد نعرف الناس كل تعرف الوضعيات اما بدا هو بدون متفاهم وسام قال لي معناها يلزمني نكمل سيزون سنا ويلزم الاهلي هما بدون متفاهمين معناها ما فماش اشكال معناها ما تخليش في الاغريق معناها ما مديناش نيغوسيو في فلوس ونحكيو باش الجمهور يهبل وترى شنو كله انا قريت زوج مليار دويت قلت له يا اخي باش نبيعوا البليلي يعني معناها بالحق معناها العباد كثرت من الحكايات والصفقه هذه مربوطه بهذه وهذا لا علاقه راهو يوسف معرض صفقه اي ليبر هو يوسف اتصلنا به من راه واحد معناها من بعد جيت لك معناها راهو لا ثم علاقه بهذا وراهو كل شيء مربوط برئيس النادي وانت تعرف اسلام الناس كل تعرف الترجي احنا راهو صحيح انا نشوفوا اما في الاخر القرار نقعد مع رئيس النادي ونشوفوا اللي فيه مصلحه النادي ابري تو انا كي نمشي ناحيه من ثمن الجزيري ولو الاهلي ولو الزمالك يقوي في الريحه نمشي لكوب افريقيا انا كيفاش نلعب صحيح باش نلعب صحيح فما 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 في نرقى انا غدوه فوا باش نعوض بيه ونبدا حاضر واحد ما نحكيوش على يوسف معرف راهو يوسف معرف حاجه على الواحد نحكيو على فوا معناها عابد اللي باش يخليك غدوه تبدا تكور انت مرتاح باش تبدا البوست هذاك تخمم عليه باش تزيدوا ملاعب اخر في البوست هذاك معناها زاد شنو؟ باش تزيدوا ملاعب اخر انا خليت ما عندك بوست واحد اخر ما حبيتش تقول لي قبيلك انا ديما راني درات بيني خاصة واضح باهي سي قايس فما نين انتداب ثنائي اخر من افريقي الكلام فما على البوتفاحة والكوني البوتفاحة في مازال عاقد ومطاول في الفيديو اي ما بويسك ماهوش خالص هو ينجم يفسح كونتراتوه معناها نتمنى ما ندخلوش في السياسة هذيك ديجا حكيناها في الجامعة مرة خاطر كان باش تدخل في تيستار تونس تتفسخ معناها تنجم الاندية الافريقية جمعية كبيرة وتمر بأزمة وتتعدى الحكاية اما انا ما نمشيوش في ثنية كيما هكاك معناها صدقني ابو تفاحة انا نحسبه كيما ولدي ولا خويا صغير عمري ما نهار عندي به اتصال ولا عمري تنبت بالنسبة للكوني الكوني شفت تصويره في فيسبوك تصويره شنو؟ شفت تصويره قال الكوني يجي للترجي الرياضي ايوه والصحيح شنو؟ ها؟ والصحيح والله ما فهمها والله ما فهمها واضح ما فماش اتصال معناها نحكي لك والله ما فماش اتصال شوف كيف فما اتصال راهو كيما انت سالت كنار قلت على يوسف قلت عنده الاتصال عنده برشا انا فماش حاجه تخبى انا كيف فما اتصال راهو خرج كل شيء ظاهر على برا صحيح احنا ما فماش اتصال مع حتى حد والله ما فما اتصال مع حتى حد وما ندخلوش في المشاكل نتاع جوار يبيع فاهم حد مخلصش باش نفسقوا له معناها انا قلت لك انا حتى المهدية حكينا تحكيت معاه معناها نحب العلاقه تقعد ديما اشوف الكوره شوف انا قعدت رينيون في الجامعه نتاع نرتبت ملي دخلنا اللي خرجنا وانا مزيت نتاع اي شفنا تصويره ديجا زاد قال واحد معناها شو ما انا قلت له واش نقول لك الكره تراسي صحيح ومن بعد نقعد مدام كان حكيت هذوما علاقات والحمد لله يا ربي معناها علاقاتنا مع الجمعيات الكل تقعد انا ديجا البارح
وانا حكيت مع سمحان صلاح تراد وراه قال لي خويا عمر نعملوا ماتش ما بين الترجي والمهديه ونهديو مريول للوليد ونخليو الوليد معناها معناها نحطوه. قلت له ما فما حتى مشكل ان شاء الله هذا اللي نحبوا يصير. اخر سؤال سي قيس، كنتوا اعلنتوا تجديد عقد جهاد بن عرعار لكن بعد لقينا صح مع ساقية الزيت، شنو صار معنا في الموضوع هذا؟ والله هو ما صارحت شيء، جهاد عرعار احنا فهمنا معاه وعطينا كونتراتورات من الكل واتصلنا بيهم وكلهم كما ذهب وقالوا لنا الكل صحت بما فيهم هو يا اخي ما رانا بعد جهاد جاء قال راهو ما صححتش وحتى من الرسوم تاع البلدية وراهولي معناها قال لي راني شديد صفر البلدية صباح باش نصح شنو؟ ولا راني داخل بعضي وما داخل بعضي بالغدوة اسمع راني نشري السير ربي يوجهه خير وان شاء الله ربي يجيبه في السير بك اهو. يعطيك الصحة، شكرا لك السيد قيس عطية على كل هذه التفاصيل اللي ديتنا بها. ليك عايشك عايشك عايشك. تو سويت تجيكم زميلتي فدوى تركي في الأخبار وإحنا مواصلين حتى